تحياتي واهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من قصه صوره اللي بتيجيكم مني انا محمد عواد في قناه سيرفي سبورت على يوتيوب اللي بدعوكم تشتركوا فيها. قصتنا اليوم قصه شهيره شوي، قصه قديمه. قصتنا بترجع ل 2010، نصف نهائي دوري ابطال اوروبا، برشلونه يواجه الانتر. برشلونه وقتها كان بطل السداسيه، برشلونه كان بطل دوري ابطال اوروبا 2009، برشلونه يملك بدايه اسطوره ليونيل ميسي ويقدم اقوى كره قدم عرفتها ربما الملاعب في التاريخ. الجميع كان يتمنى أن لا يواجه هذا الفريق المرعب. على الجانب الآخر كان في جوزيه مورينيو مدرب انتر ميلان، رجل فتح له مالك النادي موراتي خزائنه من أجل حلم واحد فقط، الفوز بدوري أبطال أوروبا. مورينيو كان عم بيعيش ضغط كبير لأنه الموسم اللي قبله كان قد خرج من دور 16 مع مان يونايتد، وخرج بطريقة سيئة شوي لأنه في لقاء الذهاب ما سدد ولا تسديده. جاء اللقاء، وفي لقاء الذهاب كان مفروض برشلونة يكون هو الطرف الأفضل. حصلت أمور غريبة، بركان أجبر برشلونة يتنقل بالحافلة مش بالطيارة إلى ميلانو. ظهرت علامات الإرهاق، الإنتر ما رحمهم، هزمهم 3-1 وكان بالإمكان يفوز أكثر من هيك. Hoy, mañana y siempre con el Barça en el corazón. التوتر بين مورينيو وبرشلونة مش جديد، ما كان في تلك المباراة فقط بل كان قبل ذلك بكثير. في 2008 برشلونة تجاهل تماما وجود مورينيو متفرغ وقرر تعيين مدرب بلا خبرة هو بيبي غوارديولا. هذا الشيء اعتبره مورينيو إهانة. قبل ذلك عندما كان مورينيو في تشيلسي قابل برشلونة عدة مرات، وفي هذه المرات دائما كان يصير جدل، كان يصير أخطاء تحكيمية، كان يصير توتر. فبنى هذا كله لعلاقة سيئة ما بين مورينيو وبرشلونة. وعشان تزيد هذه المباراة حماسة، في الصيف انتقل أهم لاعب في إنتر ميلان بتلك الفترة، زلاتان إبراهيموفيتش إلى برشلونة. وطلع مورينيو بتصريح شهير قال فيه يعني لو زلاتان حقق دور الأبطال مع برشلونة فهذا شيء عادي، الشيء المش عادي تفوز فيه مع فريق مثل إنتر ميلان. جاء لقاء الإياب، 3-1 زي ما حكينا لقاء الذهاب. الإنتر عم بيتعرض لطرد مبكر لاعبه تياغو موتا في الدقيقة 28، وأيضا برشلونة وضع ضغط رهيب جدا. صمد الإنتر، دفاع مثالي، دفاع قتالي، وأمام 96 ألف مشجع ما سكتوا أبدا عن تشجيع برشلونة. قدر الإنتر يخرج متأهل، صح خسر 1-0 في المباراة لكنها النتيجة لإله. قبل تلك المباراة كان لمورينيو تصريح شهير، الفوز بدور الأبطال ليس حلما لبرشلونة لكنه هوس، هم مهووسون في الوصول للنهائي في مدريد، أنا أعرف كيف يفكرون، هم مهووسين بكل شيء مدريدي، هم ضد كل شيء مدريدي. This is not a dream anymore. This is an obsession, and the obsession is called Madrid and Santiago Bernabeu. لما تأهل مورينيو ركض ركضته الشهيرة اللي وصفت باحتفال سوبرمان، رفع أصبعه واحتفل في الكامب نو. فاعتبرت لحظة رد الصاع بصاعين للذين ما عينوا في 2008، وأثبت لجماهير كتالونيا اللي كانت تهتف في تلك المباراة يا مترجم يا مترجم، لأنه ليس مترجم بل هو السبيشال وان. فيكتور فالديز ركض وحاول يمنعه لكن مورينيو واصل الاحتفال وصرح بعد ذلك، هذه أفضل لحظة في مسيرتي، كنا فريقا من الأبطال، كنا نتعرق الدماء، أحب إنتر لكنني لا أحب الكرة الإيطالية. وكأنه كان في تلك اللحظة بيودي رسالة لريال مدريد عشان يتعاقد معه، تبدأ قصة صراع أطول ما بين جوزيه مورينيو وبرشلونة.